سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بالمشتركين القدام، نقول لهم يعطيكم الصحه على الدعم ديالكم والتعليق ديالكم المشجعه، اي بيان سور المشتركين الجدد اللي دخلوا القناه نقول لهم مرحبا بكم، نتمنى تعجبكم القناه. اي بيان سور اللي مازال ما اشتركش نقول له واش راك تستنى تشترك وفعل الجرس باش يصلك كل ما هو جديد. مرحبا بي مسخاف لو تفقشيش، ان شاء الله لا فيديو وساكم تفديك بخير صحة لهنا. هذا مرحبا سي زابوني قديما، اي بيان سور لي زابوني جديد ناسنا مرحبا مرحبا سي سوان، اي وداك مازال ابوني ناسنا شو تاع سما ابوني، تكليكي كاف لا كلوش تعلم توت باش راكم ديال الحق كل جديد يعلى. دونك اليوم راح نشارك معكم العرضه ديالي، كنت معروضه لانيفرسير تاع صاحب وليدي، ولا يعني صاحب وليدي هو ميم طون وليد صاحبتي. دونك نشارك معكم واش درت واش ديت معايا في يدي ومع الحفل الميلاد في كوتيديان سيات الشركة دي. دونك لا توعبطه لانيفرسير نتاك مني كم تاوير فيدي ضمن باش خدمه باش نوير فيدي بلس لانيفرسير. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير في لي مادليم، مع الاول بديتهم مادليم بصح ابري ولاو كاب كيك. الوغ درت 3 حبات بيض، درت نص كاس سكر طلعتهم، زدت لهم نص كاس زيت ونص كاس حليب وباكي ونص خميره الحلوه وجوج كيسان فانيلا. كي كنت نغذي خدمة لكاب كيك لي خدمة 3 ملاليتر، أزبين كاس سكر، أزبين كاس زيت، أزبين كاس نويسكير، تباكيس دوز كن تمتون، سنين كيسان فارينا، إي بيان سور طغنجوس شوكولا تارتيني ماكسون. اللي حبت الوصفة بالتفصيل راح تلقى الرابط في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. ما كنت تيني كوبغان لا غوسيتي اون ديتاي اتف لو ليان صندوق الوصف يعني لا بوات ديسكريبسيون ديسكريبسيون باردون نار كومونتير ايبينغلي. فوالا كيما راكم تشوفو انا حطيتهم يطيبو، هنا بعد ما طابو راح نشوفهم هكذا بواسطة امبيك ولا الموز، كي الا خرج لي ناشف صافي دير راهم طايبين نحيهم، ولازم كي نحيهم نحيهم مباشرة من داك لو مول ديالهم باش ما يطيحوليش. انا بعد ما طابو كيما راكم تشوفو راني ندير نرش عليهم سكر ناعم. كي كنت دينا هذا يمي مي وانت لازم نخدمو سكر كلاص. فوالا او تورا اروح على لا كريم، لا كريم حوجه 250 غرام ماسكاربون، اسكن فنجاله كاينين لا كريم ليكيد كيخدمو اون برين سنت غنجاوي السكر كلاص وحيل لا غوم شوينغوم. كما قلت لكم هنا ندير الكريمه، الكريمه نسحق 250 غرام كريم ماسكاربون مع نص كاس كريمه السائله انا نخدم اون برين، وهنا العطر او يعني عطر الشوينغوم يعني يعطي لي الذوق واللون في نفس الوقت. ونقول البنات خياتي ليا اللي راهي تتفرج نقولها يعني طلعوا لي لا فيديو باللايك باللايك يعني باش تطلع لي لا فيديو قد المستطاع وباش تزيد تكبر القناه ديالنا. كي كنت تدينا تقشيشي انت تفرج اسما تفرج تعلمتي لايك لا فيديو يعني نرجال باش تنطمغى لا فيديو وتمغى لا شاننا. انا كما كتشوفوا راني ندير نزين هذوك لي كاب كيك بالكريمه. فوالا كيما كتشوفو راني درت لهم يعني التزيين خفيف بهذوك لي بيرل بلو، كي كنزين تتقشيشين هذايا تاخد بغاس هذي لا كريم نير وهذي على غاس لي بارني بلو يعني وزن تخلافين ما شاء الله كي تخدرهم وخفيفين يعني ماشي كديش كرام بصح نتمنى خصينا هذي فرجة نتيني كتشان لي تاخدين اتجد الكومنتير يعني كشهاده بلي بصح بنينيتات. كما قلت لكم بخياتي خرجوا هايلين بصح ماشي انا اللي نشكر روحي، نتمنى كل وحده تفرجت الفيديو وكلات هادو مع لي كاب كيك تخلي لي التعليق يعني كشهاده بلي صح بنين.
وانا بعد ما كملت كامل لي كابكي رحت وجيت روحي وجيت الاولاد نروحو كني كنت دنيغ داي مي فوكيك لي مادلين لي كابكيك ني روح هي غي ماني وحيد هي غي وشل هاكم تجي تجاد لا فيديو وتقلاورو نتوما بعد قلت لكم خياتي راح نخليكم مع الفيديو ونولي لكم من بعد. هنا كما كتشوفوا رحنا نجيبو انا وخالت خاله تاع هذاك الولد احنا نجيبو هذيك لا بياس ديالو كما راكم تشوفوها ما شاء الله جات روعه شابه. واش نقول لكم يعني يعطيه الصحه لو باتيسي يعني رغم لاكسيدون اللي صرات له. واش نحكي لكم نتمنى برك راه مليح ونتمنى ما تكسرش. كي كنت بنادين كي واحد خالتي سوقشيش نحد ناول الطاقه وتني الناس دي يعني انا كنت دي خدمه سيد ما شاء الله يعطي الصحه لو باتيسين واش راكم تدينا ما شاء الله يعني قشيش تحبي لي زانيمو دونك تعلستي مساكه لي زانيمو شو كنت ان شاء الله كان انا وانت يعني ان شاء الله الباتيسين يعني في لاكسيدون ايسي تران سي دونك يعني على اختي يعني توب دو توب مي لو غو الى يعني الشكل وماذا قالك نقرا بنينت مليح مليح ان شاء الله كان دعو كان ان شاء الله اليني وقريزه فوالا. وانا بعد ما وصلنا الدار راني درت لكم هكذا شويه لقطات تشوفوا يعني هكذا شويه الديكور وشويه يعني الحلوه يعني يكون يدخل في 6 سنوات ان شاء الله. قولوا بطول العمر قول ربي ربي يطول في عمرك ربي يخليك عيشك ليماك وان شاء الله يماه يطولها في عمرها وتشوف وليدها في اعلى المراتب تلفت لهذا وان شاء الله تشوفوا غير بالنجاح فوق النجاح. كنت دنيا دي 69 دونك سيني مس اسيت ولا سيني وقشيشه كي طولها بلا ما كي عيشه بين ميك وسيني مس امي طولها بلا ما مي دغ وتزرت مي ان شاء الله النجاح فوق النجاح لا ريوسيت كان فوق لا ريوسيت. فوالا كنت تشاري واحد لا فيديو وكم تقلا قلت لكم خليكم مع الفيديو نولي لكم وهنا كما كتشوفوا بعد ما غنينا له كفرحناه كامل وهنا عطاو لي نقسم لهم هكذا الحلوه قال لهم ربي يزيدكم في الشان كما درتوا لي هكذا الشان وعاد عطيتوا لي نقطع لكم الحلوه هكذا. انا كنت داي مي نغنيس نصفر حيتي كل داي اثن سبدني كاس نضبطوا الطاقه تاع الناس سيناكم على ربي شانك يتعلم
القذرين كي اكون دكتور الجاتو يعني الحاجه كرهي كانت لحياتي مي با مي معليش انا اعطيكم صحه لي دونك سنسربيتو كما قلت لكم هنا راح نسربي والجاتو ياكلو كمان نخليكم هكذا مع الفيديو نولي لكم كي كنت ديني كنت تشري واحد الفيديو وكم تقلق ومن بعد وهنا راح نوريكم هكذا لقطات تاع يعني لي كادو لي دخل لهم كامل دونك يعني هكذا لي يفرحوا الاولاد هكذا بلي لي بيتي جيست هذو بلي بيتي كادو نقول لهم يعطيكم صحه كل وحده يعني حضرت هاد الحفل يعني نقول لكم ما تنساوش التعليق المشجعه و واللايك للفيديو باش يزيد يكبر نقول لكم دمتم في رعايه الله مع السلامه كنت دناكم تجاذك وحيدات كمنت لا فيديو يني وحي لي فوتو لي كادو كم تدينا غوسهم ترى اللايك وحي لي كومنتر دونك راجما كنت دينا نملاقي لي فيديو نات ان شاء الله كم تجاكم تدي لهنا بالخير ان شاء الله باي باي سلام